بالنسبة لمسلسلي، مسلسل بدون مقابل اللي كان تم تأجيل، أكيد ممكن لاقوا سعر أحسن، ممكن لحتى ينشاف أكتر بما أنه رمضان بيكون عجقة وزحمة. وبيني وبينكم، ويمكن البعض يستغربوا، أنا من رأيي أنه شهر رمضان ياريت يضل الروحانيات وبس، ياريت ننام ونصحى ونلاقي فجأة فكرة عرض كل الأعمال التلفزيونية خلال 30 يوم بشهر رمضان تحديدا، نلاقي الفكرة التغت تماما ونتفرغ للروحانيات. هو هذا الشهر بكل السنة، من 12 شهر هو شهر واحد، ممكن هذا الشهر يلي كانت الدنيا آخذته يعيد حساباته بينه وبين حاله، يعمل تنظيف لقلبه لأفكاره لمشاعره. خلال هذا الشهر ليش لا اتشتت أنا بين المسلسلات، أو يكون في عندي خلونا نقول هي مشتتات، يكون عندي مشتتات أخرى بعيدة عن الروحانيات، أنه أدخل لداخلي وغوص بأعماقي وشوف شو لازم غير، شو لازم عدل، كيف بدي يكون أقرب لربي أكتر، أقرب لأهلي أكتر، أقرب للناس اللي بحبهم أكتر، كيف بدي يكون خير بحق حالي، كيف بدي يكون خير بحق الآخرين، كيف ممكن أعمل كون عادات صحية جديدة على حياتي، ممكن تتحول لعادات يعني وأسلوب حياة خلال هالثلاثين يوم. مو أنا اللي بقرر كممثلة إنه المسلسلات تنعرض بشهر رمضان المبارك أو خارج شهر رمضان، في قنوات وفي شركات إنتاج اللي بيحددوا. بس بتمنى يا ريت الأعمال اللي بنشتغلها على مدار السنة تتوسع على مدار السنة ويضل شهر رمضان للروحانيات على الأقل.